الدلع أو الدمة هذا النوع من الفن في جيزان وحرض، ينتشر فيما يسمى بالميور أو المير، وهي المناطق المرتفعة من الجبال في هذه البلاد والشعاب. وتنتشر هذه الدمة لأنها رقصة الرعاة، أي أنها رقصة في الأماكن التي لا يوجد فيها الزير، فيستبدل بالصفق مع نغمة النائي التي تجعل من الرعاة رقاصين مبدعين. إنه الدلع في منطقة جيزان وحرض بلاد بني مروان. وتشتهر بني الحداد وكثير من قبائل المير بهذه الرقصة الشعبية، كذا منطقة الشعاب والعبادلة